بهمومنا الشخصية نتعب، فكيف إن كان القرار حمل هموم الناس ليس لرميها في البحر، إنما لحلها كي تعود نفعا على أصحابها والوطن؟ بالتواصل مع الأقارب والأسرة نقصر، فكيف إن كان التواصل على امتداد خريطة وطن فيه من الهموم ما يغرق أوطانا؟ اسم إعلامي يغرق نفسه في بحر المشاكل طواعية، أليس الغرق سمة اليوم؟ وجه إعلامي يفرح من ينجح بالوصول إليه، أليس الفرح ما نحتاجه اليوم؟ وبين المشاكل والفرح علاقته كعلاقة سيزيف بإله الموت الذي خدعه، فلا المشاكل تموت ولا الفرح يكتمل، فتكون الحياة صخرة يحملها من أسفل جبل إلى أعلاه لتسقط منه فيعاود رفعها، لتسقط مرة أخرى ويعاود رفعها، لتعود وتسقط ويعيد المحاولة، هكذا للأبد، فلا نحن نصل ولا تستقر الصخرة. ضيف إكسترا اليوم سيزيف، حامل صخرة هموم المواطن، الإعلامي الأستاذ عمر عيبور. أنا بملعبك هلا. هذا هو مرحبا، هذا الاستوديو اللي بتعمل فيه الاتصالات. نعم تماما، هذا الاستوديو الهواء وخاصة الهواتف، يعني هلا الاستوديو اللي مقابله هو الاستوديو المركزي، يعني إذاعة دمشق على الهواء مباشرة على مدى يعني السنوات الأخيرة. هذا الاستوديو المركزي مقابله استوديو الهواتف، لما نكون على تواصل مع الجهات المسؤولة أو مع المحافظات أو فيعني من ها هنا. طيب، سفير هموم المواطنين إلى المسؤولين، هاي عبارة على الفيسبوك محطوطة، هاي صفحة صفحتك؟ هلا أنا في لي صفحة اسمها الإعلامي عمر عيبور. طبعا بتسمح لي هيك بس وضح شغلة، أنا كتير بعيد عن التقنيات بما في النت بما في الهاتف الجوال، يعني لا أميل، لا أميل بتعامل معهم بس لا أميل، حتى موضوع قيادة السيارة لا أجيدها لا حقيقة يعني. فلذلك أخذ كل تفكيري قضايا الناس. أنا مقترح الأولاد علي أنه نعمل لك صفحة كمان، ما بكفي اللي عم يجيك على الهواتف أو موقع الإذاعة والتلفزيون أو 1696 إذاعة دمشق، عملوا لي صفحة. وعن جد عم يجيني كتير ملاحظات خدمية وتنموية عامة وبعضها إنساني وكله بتابع. يعني زاد تواصلك المعتاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر كتير. بس يعني أنت ما استخدمته لهذا الموضوع، ما بتفوت على الفيسبوك وبتأخذ لا لا شكاوي لا. الساتك على الورقة والقلم، يعني قبل شوي كان عندك على الهواء السات الورقة مثل ما هي. نعم. بإيدك والقلم بعده نفسه اللي بالجيبة هو. نعم. نفسه اللي كان على الهواء. رح نلاحظه خلال أيام، يعني ما بيبين. طيب. معنا تحسن خلال يوم. سؤال أستاذ سيبا، أنا بعرف أنه كنت بالمليون لتر لدمشق يوميا. نعم. هلأ يعني فينا نقول أكثر؟ لا، نحن كنا بالمليون قبل فترة، ظروف شوي تخفضت شوي لحدود 850 ألف. هلأ رجعنا للمليون تقريبا. هي المليون يعني تقريبا هي حاجة مدينة دمشق حاليا بهذول. أنا بعرف أنه مليون يكفي، وبدليل أنه إجت فترة يعني شوي الوضع استراح. إذا نقول فينا مليون اليوم بدمشق، في مليون لسه تقريبا يوميا على مدينة دمشق. طيب، حنضل على تواصل معك. أنا بدي أتشكرك مهندس سيباي عزير مدير محروقات دمشق، شكرا جزيلا، سنبقى على تواصل. شكرا أستاذ زهير. أيوة أستاذ، أنا بعتذر منك لأنه كان أسئلته كتير سريعة. عم نذكر اللي عم يتابعونا، خمس مراكز بدمشق تعمل إلا باب توما. باب توما في إشكال عم يتابعوا. ما موضوع أنا بدي أنصح، أنا يعني قلق الناس على المازوت عم يروحوا بهالاتجاه. أنا بعرف أنه محافظة دمشق رفضت محروقات ب 15 موظف، خلينا نزيد الموظفين، خلينا نزيد العاملين، خلينا نريح المواطن قد ما قدرنا. وبرجع للمهندس زهير خربطلي مدير كهرباء.
ليش هذا الإصرار على هاي الكلاسيكية بالتعاطي مع قضايا المواطنين؟ لا لا بالعكس، مو كلاسيكية هاي، بتقعد أنت بتتابع يعني على هو بتتصرف وبتتابع كلام الناس، وفي كلام بياخذ العقل. يعني حقيقة الناس ممتعين، اللي سميناهم مواطنين أو مسميهم الناس، بيكتبوا شيء جميل يعني، وحتى في منهم مجيدين بالتوصيف، حتى أنا بستفيد من العبارات. بيكتبوا شيء شو على الورق، رسائل؟ طبعا هي على موقع الإذاعة والتلفزيون أو فيسبوك الإعلامي عمر عيبور أو إذاعة دمشق 16 في رباعي 16 96، فشيء ممتع اطلاعك عليهم يعني، مثل متعتي بالناس والأعداد والنظافات والصلح بالريف يعني. واتساب ما واتساب كذا، والله قلت لك أنا كنت واضح بكلامي. بجوز أستاذ أمجاد، بجوز جيلي، هلأ أنا بعتبر حالي اللي عشت بالزمن العربي الجميل بكل معانيه، يعني بقصد بداية وعي كانت الستينات، ناس عايشة مع بعضها وناس لاحقة شغلها، البيئة غير شكل، البيئة كانت ذاك الوقت نهر بردة غير نهر بردة. أنا آسف عم إيه لا بس إيه؟ أنا بدي أروح بس لهاي القصة تبع أنه أنا زاد تواصلي، اختلف تواصلي، تطور موضوع التواصل مع المتلقي، مع اللي عنده هم بده يشكي. تمام. عمر عيبور اختلف؟ لا 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 لا، طور لا ولا ما رح باتجاه التقنيات هلا. هو المفترض أستاذ أمجد كلامك سليم يعني مفيد، اللي يكون من جيلي يروح باتجاه النت ويروح باتجاه يتابع الواتساب. انا يمكن ما في بيت ما في هالقضايا متابعه طبعا، بايجابياتها المحترمه لها كمان سلبيات، بتلاقي كل بيت قاعدين اللي قاعد على الجوال وما عاد حدا حكى وما. فانا من اللي يمكن عم حاول كون حل وسط انه نضل اجتماعيا كمان متابعين. لذلك والله والله برد بقول لك يعني الناس متعه. تقعد مع الناس، تقعد مع الناس الغلابة، الفلاحين، الشغيلة بالمضافات. يمكن قبل ما نبدأ حكي سألتني سؤال عادل، كان في رح نوصل مجالس مدارس. لكن مجالس مدارس، هلا أنت متعلم ما شاء الله حولك، وأنا درست مثلا، وفريق عملنا اللي عم يصور الآن بتلاقي بمشونهم تحية يعني. بس يا أخي كمان عود واستفيد من الناس. إذا تعتمد مدرسة التواصل المباشر مع الناس، ورغم ذلك رغم ذلك تعرف كم واحد بيقول لي انه يعني انت كيف شلون فينا نوصل للاستاذ عمر عيبور بالطريق انه شو انه نوصل له يعني يعني هون بيتخيل واحد انه استاذ عمر هو بمكان بعيد ببرج او شيء وبده نوصل له كيف؟ انا حقول لك جاوبهم يعني، انا حجاوبهم يعني. هلا انا كمان شغلة من هواياتي الممتعة بحياتي انه هلأ انا بدمشق حاليا فرضا، بخلص غالبا بالوحدة وحدة ونص اكتر شغلي، والله بنزل على الشارع. هلأ في قسم بيعرفنا وقسم ما بيعرفنا، هلأ اللي بيعرفني دغري بيوصل لي، بروح على محافظة الريف، على محافظة دمشق، على الوزارات، متابعة على قضايا الناس، بوصل للسادة المسؤولين قضايا العامة اولا، واذا في انسانية مش خاصة، هلأ الخاصة الى مجال تاني. فكتير طيب أكتر من هيك شو بدك يعني؟ إذا في مناسبة عم نحضرها، قعدة، مضافة، صلحة، مشي بالطريق بالميكرو، عندي عشق أطلع بالميكرو والتاكسي أكتر. يعني ما تعلمت السواقة من هشان السبب؟ لا لا بتعرف السبب أنا ما تعلمت، إنه هو معروف اللي بتعلم بالصغر كالنقشة في الحجر يسمو أي شيء. أنا صار عندنا سيارة والشكر لله، ما يعني سن كبير يعني ما كتير بيكون في شطارة وحماس. أخرت لحتى صار عندك سيارة؟ يعني من تعرف أكثر الناس فتحت باتجاه يعني هيك شوية بحبوحة خلينا نسميها، بالعشر 15 سنة الأخيرة صار الناس عندها سيارات. عندك 36 سنة عمل بالمجال الإعلامي، العشر سنين صار معك سيارة؟ يعني ممكن. تعرف انت زميل عزيز يعني، انا وسلوى يعني سلوى الصاري اللي هي زوجتي مدير اذاعه صوت الشباب، يعني عملنا فريق عمل الحمد لله رب العالمين. يعني بتعرف شويه برامج وشويه كذا صار عنا يعني شويه توفير، لانه كمان بدك توفر، حتى نحن اشتريناها بشويه توفير من هنا وهناك وكذا، اتحاد الصحفيين ساعدنا وصار سياره وهي بتسوق. بس لأقول شغلة، إنه العالم بس بدها تتجه لشخص تطلب منه
تطلب منه شيء بتكون عنده رغبة انه يكون هو مرتاح او تحس انه بيطلع بايده يعني هاي الشغلات ما بدي اقول كماليات يعني طول عمره بتعطي حق انه هذا الشخص واصل كذا لازم اللي بيشتغل بهاي المجال الخدمي يكون واصل يمكن السيارة بتعطي هذا الشكل وانت بعيد عنه فبس مشان هيك وقفت عند هذا التفصيل تمام هلا عمليا انت يعني هي فرصة ببرنامجك بأشكر فعلا عن جد ومن قلبي ثقة الناس بالإعلام ما بدي أقول عمر عيبور ولا بسام غبرة ولا وجه تحية لبسام غبرة هذا الصديق الرائع يعني تعرف كان كنا سوا بالبث المباشر كل يوم عن يوم بزيد التواصل معك اللي على الهاتف والجوال اللي بيتصلوا فيك بالطريق متعب بالنسبة إلي حضرتك عمر إيه والله في باخذ أرقام بتصل فيعني تواصلي مستمر وممتع رغم بس ما جاوبت العالم إنه كيف بدهم يلاقوك يعني تسمح لي أقول رقم هاتفك طبعًا. هاتف مكتبك المباشر طبعا 225-349 225-349 بس لما بدقوا لك بيطلع لهم فاكس إذا بتعرف أنت بين ال يعني 9-9:30 ببدأ نشاطي بالاستديوهات إذاعة دمشق بخلص كمان بروح لنور الشام يعني لازم يكونوا ملحاحين لحتى إيه لا بس عمليا أيام بيتصلوا 6 الصبح أيام يكون أحيانا بضطر ضلهم في الإذاعة 6 الصبح بيتصلوا 6:30 وبرحب فيهم بشاشة وجهه وهذا حق علينا بالإعلام حق علينا أنت بتعرف قد إيه يعني عن جد أستاذ أمجد لو تتابع موضوع التواصل مع ال عم بحكي بتجار خدمات اللي بيجوا يتواصلوا معكم اكثر بتلاقي ببرنامجك بس انا عم بحكي عن الخدمات لا ينقطع هلا في عندك فاكس بيتواصلوا معي على رقم غرفتي 225-349 بعد الوحده 2-3-4-5 ايام بعد عندهم فيسبوك الاعلامي عمر عيبور عندهم 1696 اذاعه دمشق عندهم موقع الاذاعه والتلفزيون ففي كثير ابواب مباشره بجيبوه عم ياخذوا اهلا وسهلا ايام كون يعني كمان فاضي برد هلا اذا كنت بالاستوديو فيك ترد على حدا انت متوفر بكل مكان تمام اذا وبكل طريقه تمام. ورغم ذلك في ناس تنطرك على باب التلفزيون لحتى واصعد وبنزل فورا ومع هيك بيسالوني كيف فينا نوصل طيب هذا شو يعني يعني شو طيب هي تواصلوا بدايقك لا 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 بالعكس انا عم اقول لك شو بدك اذا تقطع 1 كيلومتر بس هيك ايه مشي يعني ايه او 500 ايه متر ايه مشي ايه بالشارع ايه من العالم قديش بتخيل ممكن بدك مده زمنيه لتقطعهم والله الشارع مزدحم بصراحه مثلا احيانا بتصل ببعض الجهات المسؤوله بده يروح لعندها بدمشق فرضا انه هلا انا وحده جاي باتجاهك بياخذ مشوار معي 3 ساعات مشي من هون للمركز دمشق يعني أيام بصل بعد نص ساعة يعني 3 ساعة ونص ساعة تاني لكون طويل بال هذا حق المواطن عليك يعني تصور قديه ثقته كبيرة فيك يقول لك أستاذ أمجد أرجوك أحيانا بيتدخلوا بقضايا خاصة بيدخلونا قديش فيها قضايا خاصة إلهم إيه؟ يعني أسرية مثلا أو حدا يطلب بتتواصل مع إيه والله فإذا في إمكانية ما منقصر نحن يعني كتير واضحين معهم نقول له تكرم هات رقمك وفي منهم كتير بيعرفوا انه بتصل فيهم ايام على الهواء وايام من مكتبنا يعني هذا خيارك اللي بداته من لما بدات العمل الاذاعي طبعا انه تاخذ الجانب الخدمي ايه هو لما بديت في الاذاعه بالثمانينات كنت اميل الى المنوعات بصراحه انا عن جد بحب المنوعات برامج خفيفه الرشيقه الناعمه المسموعه بدليل انه عملت برنامجين نادي المستمعين ونادي الهواة هلا لما صرت بمجلس الشعب بسنة 90 بالدور التشريعي الخامس دخلني مجال الحوار مع الجهات الحكومية الرقابة على أداء الحكومي هذا دخل 4 سنين لما رجعت على إذاعتي خلص الدور رجعنا كتر خير اللي وصلونا لهالموقع رحت دغري باتجاه الخدمات يعني حسيت إنه قديش مهم إيه مهم جدا يعني بالمناسبة يعني فينا نقول 90-94 لل2015 يعني في شيء 20-25 سنة تقريبا يعني تقريبا 20 سنة يعني 21 سنة يعني طيب يعني اسبوعية يوميا عندك إذاعة دمشق من 10-11 على الهواء مباشرة على الهواء نور الشام من 12-12:30 كمان يوميا اسبوعيا يوم الثلاثاء والخميس في القناة الأولى الساعة الواحدة ظهرا تماما ألم تمل فتصور شو عم بدك لا لا بالعكس انا هلا عم جاوبك لكن يعني تصور انه انت يوميا عندك قضايا الناس لك اذا واحد عم يوثق يكتب لك اخي عمر
أو أخي أمجد أو المهم رجاء على الأقل جاوبوا إياه. هموم هموم هاي يعني. بس عندي متعة شو ساوي حقيقة حقيقة جد متعة بالهموم ولا متعة متابعة قضايا الناس. أنت مهموم شيء؟ يعني أنا بتمنى مثلا أنت تعلم أنه نحن يعني نتمنى الأزمة تعدي وتروح وكل الناس ترتاح يعني تتعرف. هذا أهم شيء بتفكير الناس. هلا في هم شخصي هو هم شخصي يتقاطع مع العام؟ لا والله بالمناسبة أنا يعني بفضل الله تعالى طاقتي إيجابية كتير. أميل يبدو لي يعني جينات أحيانا ما بعرف إذا صح ولا لا يعني في عائلات تميل إلى المرح والدعابة. يعني أنا الله يرحم ستي أم خليل يعني حقيقة أنا بتذكرها تماما كانت تحب البسط الحياة حياة مستمرة تمام. فيبدو هيك بحس إنه كل عائلتي بتحب الطاقة الإيجابية. أول شيء أنت بتكون متصالح مع حالك أنت بتكون سعيد وبتعمل سعادة للآخرين. أنت بتعرف قديش الطاقة الإيجابية. فأنا اللي بقصده إنه عندي متعة يعني لتحل الهموم لازم ما تكون مهموم بهموم الناس لازم تاخذها ببساطة تماما. يعني هي مثل حبة الليكزوتان أو حبة شو هاي يعني نوع من الحبوب اللي بتحارب الاكتئاب ما بتحل المشكل بس بتحل المفاصل. قصدي يعني انه يعني بتخليك تتعاطى مع الموضوع بشكل بسيط. استاذ عمر انت ليكزوتان اللي انا لا والله ريلاكس بس هذا خطير انك تكون ريلاكس او ليكزوتان مع انه ما في حبوب اسمه ريلاكس يعني بس انت ريلاكس ايه بس هذا خطير يعني انا بتقول لك هذا تنفيس يعني انا بس عم بتعاطى مع الامر ببساطه بس لا يعني شلون بدي اقول لك اول شيء ما مطلوب مني شيء في اذاعه وتلفزيون دي مش غير يعني عندي اختصاص يعني بالمناسبه هذا الحديث عفوا هذا الحديث بقوله لكل زميلاتي وزملائي الجدد دوب الإذاعة والتلفزيون بل لنبدأ بالإذاعة وبعشق بدي فوت على الإذاعة بعشق عملي بقصد بعمل إتقان العمل هو العبادة إلى الله. فبقول لهم دو سنوات أولى بالإذاعة بعدين يا أخي لاحق على التلفزيون أنا أعلم أنه التلفزيون لغة العصر ما بنعرف أنه لغة العصر التلفزيون. طيب مكن حالك في الإذاعة وأنت تعلم أنه الإذاعة مدرسة طبعا بعدين رايح على التلفزيون وبقول لهم بنصحهم خذوا يا نشرة يا فترة يا نقل هواء يعني اعمل تخصص. هلا نحن الان اختار شو بدك يعني ايه هلا بس تخصص الجانب الخدمي يعني يعني عندما نقول خدمات في اسمين وحضرتك يعني يعني الاسم الاكثر ما بعرف يعني احتيانا الاستاذ بسام بس نعم بس عمر حيبور دغري خدمات الخدمات كهرباء مي يعني اللي هلا كله عايشين وراح نوصل نحكي فيهم تفاصيل بس شو بيأهل الاعلامي لكي يلعب هذا الدور في مواصفات خاصة لازم تكون. اي طبعا اول شيء برجع بدك تحب شغلك يعني يكون عندك عشق لهذا العمل. هلا انت تصور تكلفني الان تقول لي رح نكلفك مثلا بالدائرة الفلانية وما شغلتي انا لا مناسبة على مدى 35-36 سنة ونعرض عليه كتير يعني مثل اي زميل ثاني حتى ما هون دوائر الإذاعة بتعرف في كتير دوائر كنت اعتذر ما هذا مكاني انا لا اجد نفسي في هذا المكان انا خدمان. من فترة اقترح هيك اقتراح قلت لهم رجاء خلوني بالخدمات هن رايدين ضل بالخدمات بس يعني انه ممكن تشتغل هاي الشغلة هون فاعتذرت. فأولا بدك حب وعشق انا بأميها عشق خليني نسميها هوس. هلا انت بعرفك بتحب الإعلام حقيقة يعني انت هي موجودة فيك انه بتحب لك كل فترة برنامج كون عاشقه ومتابعه هذا أساس. اثنين طيب اثنين طولة البال بدك تطول بالك تكون صبور وحليم لأنه بوقفك مواطن مثل ما حكينا بكون بدك تطلع من غرفتك تصل واحد أنا مأمن بالأستاذ أمجد الله يخليك حاضر تفضل وأنا عم سجل بالطريقة أعطيني رقمك تكرم عينك أنا بتصل فيك يعني الصبر والحلم كتير كتير ضروري ولا ما مشي الحال. إذا والله دائما معصب وما بقبل مالي فاضي أنا مبارح 3-4 ناس يعني بدون وقفوني وكان أخي جاي يشوفني يعني وقفته نص ساعة برا وما بجوز ما يتفهم اللي عم يحكي لك قصة. فبدأ يكون عشق للعمل عشق. هلأ بدي أسألك أنت في مذيع موظف مذيع موظف ما بيصير بده يكون مذيع عنده رغبة ميل عشق
حب. وانت تعلم انه في مذيعين في الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون وفي كل محطات، هذا حساب حياته الواحد. طيب يا اخي عشرة ما ليش، بالعكس انا منشرح يعني ما لا حساب حياتك بمعنى انه اسرتك حياتك الاجتماعيه. طيب المساء بشوفه انت بتعرف اللي بعد 6 7 يمكن العنصر الثالث التنظيم بقى لحتى عندي قدره على التنظيم يعني. هلا مثلا هلا اذا بتسالني دغري قصدي تنظيم الوقت، تنظيم الوقت طبعا اي طبعا، وحتى تنظيم الخدمات. انا هلا اذا بدك ببرمج لك 7-8 قضايا كتير هي الاهم بقضايا الناس. تكتب يعني دفاتر ولا بحط ملاحظات؟ ملاحظات ايه. وبالمناسبه الشكر لله في كنترول هون وفي كمبيوتر. انا عم بحكي معك كجهه مسؤوله دغري بتذكر الموضوع الفلاني، برد بذكرك بكره بتصل فيك صحيح بيقول لي استمهلني شوي. اذا لازم تكون 4 ذاكرتك قويه ممكن ايه ممكن هي تضيفها. عم نتساعد انه نعد المواصفات بتاهلك لعب هذا الدور. استاذ عمر انت وسيط، انت واسطه ولا انت عنصر من عناصر حل المشكله؟ الاعلام استاذ امجد مهمته اذا اخذنا بالخدمات اي اعلام كان مسموع او مقروء او هذا مهمته الاساسيه يكون صوت الناس. خليني اخذ اذاعه دمشق على سبيل المثال. هذا المنبر للمواطنين، حق المواطن يتصل على ارقامنا على الفاكس على موقع الاذاعه والتلفزيون شو بدك تسميها. هي واحد. اثنين، هذا الصوت انت واجبك كاعلامي توصله لجهته المسؤوله. انا بوصله للمدير. اذا واسطه ايه هلا هو صوت يعني واسطه نقل فقط. لا رح كملها ما خلصنا. وصلت الصوت انا عم طالب المسؤول وبكل طريقه هادفه وبناء. انا كثير كثير مصر على شغله بقولها، نحن نريد العنب بعيدا عن الناطور. انا بدي عنب للمواطن ان شاء الله يكون عنبه. هلا نحن بدنا العنقود كله افضل، بس اذا عنبه منيحه وعمتين منيحه. لان تعرف الوضع الخدمي بكل دول العالم خاصه دول العالم الثالث كثير بده شغل، يعني من بنيه تحتيه لصرف لكهرباء لمياه لاتصالات لا 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 يعني. ولولا الازمه انا بعتقد كانت سوريا كثير كانت ماشيه بالطريق التخديم التنموي الاحسن، كنا بنروح لاحسن يعني. لكن صارت ظروف واحد بيشتغل على حاله ليكون هيك ولا هي مورثات هي جينات؟ لا والله بتكسب. وكمان في كسب يعني. انا استفدت من هذا. والله بتمنى من الجهات الحكوميه تسالني وتقعد هيك معي لوصف لك كثير حالات قد تكون مفيده للجهات الحكوميه يعني. لا انا عم بسال عن موضوع انه الجينات والوراثه ولا تعلم ولا كذا يعني. كمان ابنائك هلا بيعملوا بهذا المجال. ايه بالمناسبه صحيح ذكرتني. خليل الان وهو سنه رابعه دامي انجليزي تخرج ان شاء الله، كثير مهتم بالموقع الإذاعة والتلفزيون والفيسبوك والنت وكتير بيجيب لي ملاحظات وبيسألني ويام بيكتب بيجاوب يعني على لساني يعني. إنه ويعمل بالإذاعة، هو في إذاعة صوت الشباب مذيع رياضة اهتماماته. هو بالمناسبة ذكرتني لما حسيته إنه مذيع رياضة تمنيت على الهيئة إنه يعملوا له اختبار ونجحته اللجنة. وهو عاشق أنا كتير بأكد عليه لأي زميل أو زميلة، بدك تنجح بعملك كمذيع بدك تكون عاشق ومحب. ضروري يطلع اولادنا مثلنا يشتغلوا نفس لا المهنة. ما بالضروره مرح مثلا. خليني اضرب مثال. لما كانت نجحت بكالوريا كانت بثانوي متفوقين بدوما من باب الاحقيه لها انا وامها قلنا لها بتحبي تصيري مذيعه هذا حقك، بتفحصوكي بيعملوا لك اختبار يا بتنجحي يا ما بتنجحي. لا لا انا ما بالي كل اذاعه وتلفزيون، انا عشقي الهندسه المدنيه وصار لها الهندسه المدنيه. أي مثال يعني ما يعني أنا مستحيل كنت أقنع ما راح لها بالسيرية. هي سنة خامسة هندسة مدنية تخرج ما ولا تجي ببالها الهيئة يعني إذاعة وتلفزيون. هلأ بتشوف تلفزيون بصير بتسمع إيه بس بقصد أنه ولا ببالها. كرم الآن كرم نجح العاشر حس ميوله معلش احكي يعني طبعا يعني لا مو هيك قصدي. بس احنا حوارنا شخصي اساسا بس ما فينا نقول ما فينا نحكي مع الاستاذ عمر عيبور بدون ما نحكي بهموم المواطنين وبالشباب. تماما فشو وصفه هلا كرم مثلا يعني. هلا خليل حسينا باهتماماته الرياضيه قبل ما يجي اذاعه فقلنا له عملوا والحمد لله نجحوا عن جد. قلت له لك خليل بدون واسطه بدون حتما وانا مصر واشهد بذلك يعني. اذا بدك بحكي تفاصيل اكثر كمان. شو اذا بدي لا يعني مو هيك قصدي يعني. لما عملوا له لجنه ايه بحكي لك يعني. لما صار في لجنه ما بدك تفحصه مثل بتتذكر انت كل كم طبعا شهر بيعملوا لجنه مجموعه ايه ترجيت اللجنه وهم زملاء بتعرف كرام بدون اسماء يعني
بتقول لهم بترجعكم اذا خرج قبله يا سلام، واذا ما خرج نتمنى لك النجاح في مجالات اخرى لسبب كتير هام. اذا ما خرج استاذ امجاد بده يضل حكي عليه وعلي وعلى امه، يعني ما بيكفي ابوه ما بيكفي امه، عفوا انا اسف من التعابير يعني. عن جد طلع وبدليل انه يعني كتير بيتابع وبيهتم وبيتصل يوم عنده فتره برياضه ما بعرف ايش هي المباريات، هذا سبب حبه للعمل وصوته ماشي حاله حلو مثل صوتي. انت لا تتوصل شو عم تحكي حقائق، بتغني ولا بس الصوت حلو؟ بدندن ايه بدندن ايه. انا قلت لك بالمصادفات قلت لك انا عشت الزمن العربي الجميل، زمن الطرب الجميل، الاداء، الكلام، اللحن، مع كامل المحبه للغناء الحالي طبعا في شيء اكيد يسمع. يعني الاسره بالاعلام وفي جو مهيئ ليكون واحد يمارس هذا الدور الخدمي. طب التنشئه ما كان لها دور؟ يعني نشأتك إيه لكان طبعا، بس حتى ما انسى بالمناسبه هلا باعتبار انه ما راح سنه خامسه هندسه مدنيه صف عاشر الحمد لله، وهي رغبتها وخليل مذيع رياضي كرم من خلال متابعاته بشوفني عم بحكي ايام فسالته صف عاشر يعني احيانا بساله، فقال لي لا بدي يصير نائب بالبرلمان مثل ابي. طيب يعني بصير ليه؟ عنده طموح، عم بحكي جد والله، عم بنقول له الحرفيه ما بباله لا الاذاعه ولا بباله حتى يتابع هيك. قلنا له ابي طب ما نصحته قلت له ايه ولا لا؟ نصحته قلت له يعني بصير واحد يشتهي اذا عنده الرغبه كمان النيابه خدمه. نصحته انه كمل بهذا الحلم، كمل يعني طموحه، يعني هو طموحه انه هيك. لا بس لانه هذا الموضوع بيخليك تقول انه انت بتشجع الانسان على طبعا رح نوصل لهي الموضوع. بس خليني بالنشأة. النشأة انت تعلم ايه بدوم بلدي وناسي واهلي وفلاحين وشغيله عشاق عمل. انا عم بحكي لانه عشت بالمناسبه 30 سنه صرت جزء من اعداد دوما، افراح دوما، مصالحات دوما، بصير مصالحات شعبيه عاديه يعني بقصد قبل الازمه عم نحكي طبعا هي بالثمانينات. عشو كانت تصير خلافات ليش قبل؟ بصير على أرض مثلا بصير على شغلة. فكنت أنت عنصر أساسي يكون إن شاء الله يعني كان واحد يسعى مع الأوادم والخيرين وين ما كانت تتواجد يعني. من كنت صف سادس بمدرسة في الدولة كان يلفت نظري شغلتين، الإذاعة الراديو كان وقتها أسماء معروفة الله يرحمه الدكتور مروان شيخ وزهير الأيوبي ميشيق وشقجي توفيق حسن، يعني مذيعين كثير مشهورين هذول كانوا. فيلفت نظري الإذاعة فبدأت أهتم بالإذاعة إنه شلون هي الراديو أنا صرت أتفرج عليه وين بيقعدوا بتعرف على بساطة. الشغلة الثانية كنت أجود القرآن الكريم بصف خامس سادس تأثرا بالقراء المصريين. تعرف حاليا في عنا بالمكتبة الإذاعية أمس العوة بنور الشام تسجيلات من الستينات من كبار القراء المصريين بالقرآن الكريم، فكنت جود بالصف. فتجويد القرآن الكريم مع ميلي للإذاعة طلع بالراديو هيك عم يطلع صوت وشي حلو والله، بديت أهتم بالإذاعة بصف السابع ثامن أقعد بالإذاعة بين فرصة وفرصة أيها الإخوة المواطنون كذا صير قلد وكذا، كل زملائي بيعرفوني وقالوا وقتها لو وصلنا بعد البكالوريا عمر عيبور وفي واحد كان معنا الله يرحمه اسمه عوض محمد، عوض محمد طول وقته عم يرسم طائرة الميج بيصير طيار سوري، صار طيار وعمر عيبور صار مذيع. من كل مجموعتنا باتجاه الأمنيات يعني، فظليت عاشق للإذاعة وبالإذاعة أكثر شيء بالمناسبة مع كامل المحبة والتقدير للتلفزيون يعني. بس دوما لما نوقف ونقول ابن دوما وانت بالإعلام انت ما زلت عايش بدوما؟ لا طبعا احنا تهجرنا مع الظروف الصعبة اللي صارت بدوما. يعني ما انك عايش لانه تهجرت طبعا صار. طب ما يعني انت مقدم خدمات لدوما كتير. ايه هلا انت عندك مجموعة مسلحين، دوما فيها شعب عادي يعني مثل اي بلد تاني، اغلبها عمال بالمناسبة، اغلبها فلاحين بالمناسبة. حتى اوضح لك اكثر انه الفلاحين بدوما اللي بمسوا حوالي 70% حيازات اراضي ما في كافية، دوما مساحتها هالقد. فوين راحوا الفلاحين الدوامنة؟ لسهل حوران وسهل جبل العرب ووصلوا لسهول حمص. هلا اي حدا بتروح على طريق اذا بدك طريق السويدة او طريق درعا كل الشيء بتشوفه على اليمين بندورة خيار كوسة فليفلة بيسموه صيفي بيساووا بهالأيام
ولهذا دوامنا. فالفلاح الدوماني وصل لكل مناطق وبيشتغل، العامل اللي عندهم سيارات النقل. بعدين ذكرتني 39 مشغل خضار وفواكه تصدر من دوما إلى أهلنا وأهلنا بالخليج. هذا حكي قبل الأزمة. كله هيك دوما كانت ثقة بشري. هلأ لو استمر دوما لولا ما صار فيها أزمة لكانت من كبرى المدن الاقتصادية والاجتماعية وشغل كبير كتير، يعني هي مركز الريف عمليا. أما أنت عم تحكي عن مسلحين، لا أنا عم بحكي عن ما يحدث وما يقال أنه يحدث من دوما أو الغوطة الشرقية عموما، واللي هي هم من هموم البلد. طبعا هم كبير، يعني نعيش حالة رعب من قذائف طبعاً. يقال أنها تطلق من دوما أو, أو, أو من المسلحين حصرا. هاي المسلحين شو يمثلوا 5% 2% 3%؟ في من دوما ومن خارج دوما. تعرف حدا منه؟ والله يعني أحيانا كان ينقال أسماء قدامي يقولوا هذا مات وهذا كذا، يعني في ناس منهم بتعرف، يعني بتعرفهم لما يقولوا أسماء. بيكون هلأ بعض، إذا بدك تحكي يعني هلأ بالبدايات مثلا كانوا يقولوا الجيش الحر هنيك، هدول أغلبهم من دوما. هلأ بعد صار في، تعرف انت عم تسمع نصرة وما بعرف ايش وداعش وجيش الاسلام، صار في شيء من دوما وشيء خارج دوما. فاللي بعرفهم كانوا قلائل، وانا بتقديري يعني انا هيك رأيي انه غرر فيهم انه شغلتنا ويلا وحنعمل وخلصنا. هاي خامس سنة وبلد فايتة بنفق مظلم. بتحبهم انت للدوام كتير؟ طبعا اهل بلدك وناسك. بالمناسبة بالتسعين استاذ امجاد لما ترشحت لمجلس الشعب، انا ترشحت مستقل طبعا في قائمة الجبهة وفي مستقلين. ما عيب اذا قلت انا من فقراء دوما، عيب شيء؟ انا من فقراء عائلات الفقيرة يعني، ماشي الحال نعمة الله. الفقر مو عيب بس غربة، يعني هيك الواقع. فنجحت وصلوني مجلس الشعب دوما والغوطة، والريف يعني عم يوصلوا واحد فقير. وحاولت أن بهالأربع سنين رد جمايلهم عليه، ردي رد يعني قد ما الله أعطاني عزم. يعني شو رديت؟ يعني مثلا وجهت دعوة لمجموعة الوزراء، أخذناهم على دوما والتقوا مع الناس، شيء كهرباء، زفت الطرقات، عملت شغل قد ما قدرت حتى ما أدعي أنه شيء فوق طاقتي. تمنيت كثير قضايا، تابعتها، جبنا الردود من مجلس الشعب. إذن بحبوك الدوام؟ أنا بحبهم كثير، وصلوني. لا سؤالي هلأ أنت جاوبتني أنه بتحبهم كثير. طبعا أكيد. أنا أعتقد يعني بيصلني كثير سلامات من دوما البلد. في هلأ حتى في الآن يصلك سلام؟ طبعا اللي بيطلعوا ما بالآخر، في ناس عم تطلع بالنهاية نتيجة ظروف القاسية والصعبة بالبلد، بيطلعوا على التل على مناطق شبه آمنة بهاي الظروف؟ إيه طبعا. في طب ما بيقولوا لك مثلا شو وضعية إطلاق القذائف؟ أنا آسف بس هاي نقطة كتير يمكن العالم تشوفها بتوقف عندها. كيف بيطلقوا؟ مين بيطلق؟ شلون يعني؟ هلأ هو إطلاق القذائف بالنسبة لدمشق عندك الشريط مو بس دوما، أي طبعا دوما حرستها. رح أخليك كمل لك، بس افترضنا أنه زملكة اتصالك ترمى الغوطة، الغوطة عمقة كتير، عندك زبدين وجسرين وحموريا وسقبة، هي فيها كتير مجموعات مسلحة. تعتقد أنه يعني أنه هي عم تساوي شيء بالنسبة إلى تجاه دمشق، ونحن بنعرف أنه هي قذائف عمياء، قذائف عمياء عم يموتوا أو يتجرحوا ناس عاديين. أنا بحب أسأل كتير الافتراضية، بس أحيانا بيضطرني أني أسأل سؤال افتراضي حديث الضيف، وإذا ضيف يعني اسم كبير حضرت الله يسلمك. مثل هيك تفصيل هم الناس هلأ حقيقة. اليوم أجيت على سيرة على وعلام الناس قذائف العمياء. طب إذا عرفت أنه بتعرف واحد وفيك تتواصل معه ومن الأشخاص اللي عم يطلقوا القذائف، مش ممكن تعمل هذا هم هلا كيف هلا نحن اذا ما بعرف بتتذكر من شهور عملنا برنامج الفضائيه سميناه من الغوطه. هذا كان احد يعني السبل باتجاه الوصول حتى للمسلحين وبلسان حال المواطنين انه كفاها الله، خلينا نروح للحوار، تعالوا نقعد، هي البلد بلدنا وهي الناس ناسنا. كان هذا البرنامج دعوة، وأنا بصدق بقول أنه لما سويت البرنامج برعاية حكومية، يعني أنه رايدين دوما والغوطة وحوار وبلطوشة، هيك كان التصور. وقدمنا اللي عنا، والناس التقيناها أستاذ أمجد اللي عم تطلع من دوما والغوطة كان عم تقول مشان الله خلاص، مشان الملائكة يعني كفاها الله لك يا أخي، البلد عم تهبط، عدو كنوا تعالوا نقعد على الطاولة.
ما يبدو في قسم لم يرق له ذلك ومستمر ما شايف يعني. ما جاوبتني شو بتتصل معه بتقول له شو ممكن يكون في؟ والله يعني نفس الحديث. هلا انا بالمناسبه يعني بنفس الوقت اللي بنشير فيه دائما بإيجابية على مدى سنوات وسنوات لما تقدم لهالبلد من أمان، من تربية، من صحة، من تعليم عالي، من هذا كله يسجل للدولة السورية. بس كمان إلي أنا ملاحظات كمواطن كنا نقولها، دعينا للحوار الوطني بالريف وقلنا أنه بدنا تنمية شاملة وبدنا فرص عمل وبدنا سكن نظامي للناس وبدنا سيادة القانون تكافؤ الفرص. بس أنا بقول للي بالطرف الآخر نحن معكم بس بدون سلاح. ما يعني بدون سلاح قديش حلوة؟ هلا لو ما صار سلاح ما كنا قعدنا على الطاولة بتحاورنا؟ تقعد الجهات سميها المعارضة الوطنية سميها مشهد تقول الحكومة هذا إلك وهذا إليك تصل لنتائج. ما هو لسان حال الحكومة السورية الآن نحن مع أي تصور؟ في خطورة كتير بحكينا؟ خطورة؟ أه. ليش خطورة؟ ما بعرف يعني هيك بنحكي بتفاصيل. لا 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 ابدا، هي قناعتنا ونقولها علنا نحن. طب قناعتنا وقت بتشكل خطورة عم بحكي خطورة انا محامي. على مين؟ يعني عملك اعلامي بالمجال الخدمي يشكل عليك خطورة بنوع يعني بشكل من الاشكال صح ام لا؟ انا دائما الله وكيلك يعني كل ما شفنا حدا من البلد بعيدا عن هاي التفاصيل كنا عم نحكي فيها. لكن معلش يعني المسؤولين كمان قد لا يروق لهم ما تفعل، ممكن يضايقوك. ومن الجانب الآخر كمان مواطنين كمان في مصالح، أنت عم بتضرر مصالح ناس بأنك تخدم ناس للشأن العام. بس يا أستاذ أمجاد صالح العام والشأن العام أهم. هي البلد بلدنا والناس ناسنا عايشين معهم، ما عم نطلب شيء، عم أقول كفاها الله خلينا نقعد نحافظ على البلد ونقعد نتحاور. يعني كتير الله سبحانه وتعالى خاطب كل الأنبياء منهم سيدنا محمد اللهم صل على الأنبياء جميعا، قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كلام واضح بيدوموا الغوطة بيعرفوا كل المشكلات اللي صار قبل الأزمة كانوا يتقاتل بصير يختلفوا عائلتين على أرض على ورثة على بصير، ومع الأسف كان يصير ضحايا بالآخر نقعد على الطاولة نصالح ونجيب الزلمة ونقعد يعني صلح خير. أنا ما عم بحكي شيء، ما رح ينفصل أبدا الخاص عن الشأن العام بالضرورة، وخصوصا بس نحكي بهذا بمهنة حل الهموم بمناسبة هيك نسميها مهنتك مو الإعلامي، حلال هموم العالم، حلال هموم، سفير هموم، سميها ما شئت ما في مشكلة. يعني كلمة سفير تاخذك لشكل رسمي أكثر. بركي واحد بصير سفير. عندك طموح؟ عندك طموح؟ طموح أنا بتمنى سفيرا. لا 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 والله ما هذا الفكر. أنا بتمنى عن جد إنه بلدي تأخذ مني كل شيء، عصارة تجربتي تستفيد منها. يعني أي حدا منا لما بصير بهذا السن باختصاص ما يعني ما بقصد أنا إنه أنا شالي هامي. إذا أنت تريد أن تكون سفيرا بالإعلام الخدمي مثلا مشان تكون خير يعني تضل ضمن مجالك. أنا ماشي بمجالي. الخاص والأحلام ما بتنفصل عن المهنة. ف هلا يعني انا بتسالني انت جيت على شغله احيانا بتراود فكري انه واحد يعني يصر له هيك بشي شغله مثلا خارج البلاد يتكلف فيها شو عليه يعني بيستفيد بلده. بمناسبه عندي الشغل برد بقول لك بذكرك العمل واتقان العمل هو العباده الى الله، وجاهر بذلك دائما. يعني حتى وقت كون عم بنقول من جامع بني أمية صلاة الجمعة منين ما كان لك اتقان العمل، لك في أحلى من العمل أنت قدر تنتقل العمل. لا بالإعلام الخدمي عن جد واحد لازم يوقف. عنا نحن بسوريا إعلام خدمي حقيقي. إيه بعتقد الإعلام السوري المقروء والمسموع والمرئي يعني في شيء اسمه خدمات ورصد الجهات الحكومية، رقابة الأداء الحكومي. يعني افتح تلفزيون افتح إذاعة شوف صحف دائما في ملاحظات خدمية وتنموية. يعني انه اي في بس هو حقيقي. يعني لأي مدى نتابع الهم حتى يحل؟
هون حطنا الجمال ما بقوله. احد الشغلات الهامه بالاعلام الخدمي اللي قلت لك عنه مثلا يكون في عشق له في كمان انه يكون صوت المواطن انه توصل لهذا تسمع من الجهه المسؤوله قد تحصل القناعه لدى المواطن وقد لا تحصل. هلا اذا لم تحصل القناعه ربنا نرجع نتصل سبب اذا جاز لي التعبير نجاح الاذاعه والتلفزيون السوري بموضوع الخدمات هو المتابعة. بدك ما تكل ولا تمل. هذا كمان موجود فيني يعني بفضل الله تعالى انه كل يوم كل يوم كل يوم وعندك كمبيوتر وبتابع. بعدين انت لاحظ إذاعة دمشق نور الشام قناة أولى فدائما هذا يعني عم يفيدني يعني من كل الميلات لقطهم لا عم يفيدك. تصور انت كل يوم عندك ساعة ونص ساعتين بتعتبر انه هذا إعلام خدمة حقيقي وعم بيحل مشاكل. الخدمة لحل المشاكل رح أقول لك كيف. هلأ يعني يمكن اللي صار جزء كبير منه باعتراف كل الجهات هو سببه الشأن الخدمي تمام. بشكل من الأشكال لن ننكر كثير مما أحييك لسوريا وما طبعا لكن الناس يعني اختنقت صح. وهلأ نحن قادمين كمان والله يعينكم انه عم بيقول الوضع صعب شو يعني ما بقى بكفي انك تكون بتاخذ 50 و60 الف لتعيش بس صح. مي وكهرباء صحيح. طيب شو يعني احنا بحاجه اذا افترضنا ان الاعلام سلطه رابعه هيكون سلطه فاعله ليس كذلك. هلا عمليا استاذ امجد نحن باعتبار حكيت عن نحن بظل الازمه الان هلا عم يتصدر قضايا الناس كالتالي الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء هذا أهم الخدمات. الكهرباء كتير هامة لأنه داخل في الحياة يعني قطع الكهرباء بيأثر حتى على المي وصول طبعا. المي هلأ نروح على الغلاء غير المسبوق الدواء يعني الغذاء الدواء والغذاء إشاعات لي يعني كله حكي إلى الآن يعني نحن بس أنا بقصد الغلاء غير المسبوق حتى الخضار اللي هلأ موسمها بدوا يرفعوا بأسماء مع الأسف ما يسمى بسعر الصرف أو ما شابه. طب وين الخدمة؟ نحن عم نتابع فيهم دائما كل يوم يعني وعم ينزلوا؟ عم يوقفوا؟ هلأ التوقيف مهمة بدك تقول في جهات معنية هلأ الحكومة عم تطلب دائما من الداخلية والعدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يعني تكون دائما بالشارع بالسوق هلأ مهمة الإعلام الضوي عم نضوي نحن أنه هذا غير مقنع الغلاء غير مسبوق. هلأ مثلا اليوم على الكهرباء خلينا نحكي إذا الإعلام غير فعال لا بدك طيب الأفضل نسكر لك أو نقعد لا ما عم أقول هيك أنا لا عم أقول لازم يكون فعال أكيد طبعا هلأ أنت كمان بس لما حضرتك يعني بالتدرج المنطقي يعني بالتسلسل المنطقي إذا كنا عم نضوي وعم نذكر وعم نحط بس في كل يوم شغلة عم نفلح فيها شغلة وشغلتين وثلاثة يعني يوم نفلح في موضوع المياه وصلت هاي المنطقة يوم طلبنا صرنا نطلب منهم يطلعوا ميدانيا نحكوا معنا من هنا مهندسين الفنيين الكهرباء المي شو صار معكم بارع وعدتونا. فاللي بدي أقول لك عليه كمان نحن نتفهم عندما نطلع كمان بدنا نكون متفهم للوضع الوضع العام ببلدنا. يعني هلأ مثلا أنا بعرف تماما أنه الكهرباء مش من محطات توليد كهرباء بانتظار وفيول وغاز من وزارة النفط. نتمنى عليهم أحيانا صرنا نعرف حتى قضاياهم أنه وزارة النفط تزود وزارة الكهرباء هلا طبعا فهمنا كمان أنه طبعا. في خطوط غاز استهدفوها المسلحين منطقة قاعدين فيها ما عادوا فتحوها فهمنا منهم مثلا أنه مصفاية بانياس إذا بتجي كل 9 أيام ناقلة نفط إن شاء الله منين ما كان كل 9 أيام بتصب ما فيها مصفات بانياس الوضع كتير مرتاح بسوريا. هلأ ليش ما عم تجي كل 9 أيام كل شهر بجوز يبعثوا ناقلة هذه الجهة أو تلك لا أدري بس نحن بنقول لهم سعوا باتجاه أنتم عم تقولوا فنيا وتقنيا هالمصفات بانياس إذا بتجيها ناقلة نفط كل 9 أيام خلصت إجت واحدة فورا صبت بكون أمور مستقرة. نحن عم نطالبون هيك حكي إعلامي أم حكي أم كلام نائب في البرلمان السوري. هلا إذا بدك تحكي الواقع أستاذ كمان نحكي بعد برنامجك أنت. هلا مجلس الشعب مهمته
مراقبة الأداء الحكومي، أنت حكومة بدي راقب أدائك كوزراء وسن القوانين. بتقديري يعني سن القوانين والتشريعات بحس أنه متابعة، لكن مراقبة الأداء الحكومي عم يكون قاصر. هلا أنا عم تابع طبيعي، تابع مثل كل أي واحد أخبار الحكومة ومجلس الشعب شو عم يصير. بصير معهم أكثر من هيك، مراقبة الأداء الحكومي بصير معهم أكثر من هيك، يعني لازم يكونوا عم يراقبوا الأداء الحكومي بشكل أفضل. إيه يعني تقصير من من المجلس، من أعضاء المجلس المنتخبين. طبعا مجلس الشعب. يعني هون يمكن لا داعي لسؤالي، لكن خليني أسأله. 36 عمل في عام عمل في المجال الإعلامي وأربع سنوات في مجلس الشعب، أين كنت فاعلا أكثر؟ هلأ مجلس الشعب طبعا بيعطيني شوية، يعني أكيد تعرف أنت عضو مجلس الشعب بحصانته. كنت قلت لك أنا حاول رد جمايل يعني للناس اللي وصلوني، كنت فوت على رئيس وزراء يعني على سبيل المثال، يعني فوت على رئيس وزراء فقال لي أخي عمر أمور أي شغل، قلت له بدي دوما بلدي، بدي المخطط السياحي لمدينة دوما السياحية ببطن الجبل على سبيل المثال. أحد واجتمعنا وطلع شاف الموقع تابعته، كنت بفوت على الوزراء وهذا حقه. كنت فعلا أكثر طبعا ممكن. لأنه يعني أنت تعلم السلطة التشريعية، يعني أنت بتمسك التليفون حقيقة. طب كنت تستطيع الاقتراب من كل المشاكل؟ طبعا كل ما أخلي شيء. وبالإعلام والله يا سيدي، والله هلأ ما لنا الإذاعة، هلأ الإذاعة سلطة رابعة، بتضوي بتوصل الصوت بتناقش تضغط، بس مو كل شيء بيصير معك، يعني ما معقول تاخذ نتائج 100%. تقدر تاخذ كل المشاكل هلا بالإذاعة؟ عم باخذ ابدا كل المشاكل. حضر لك مثال، تفضل. بعض القضايا بتصلني مثلا، ما هلا الاهالي مثل ما بتشوف ناس بتكتب لي انه عم ببحث عن ابني، عم ببحث، عندي امكانيه دغري مع الجهات المعنيه بكتب لها وبوصل ببلغ على الاقل. انا ما اقول لك انه ممكن تكون نتائج ايجابيه، يعني فاتحين الاقنيه. هلا انت تعلم يعني على عرف هيك كان، كنا ما كتير نروح باتجاه مثلا وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع. أنا فاتح خطوط مع الكل طبعا، مو بالضرورة على الهواء بقول إنه وصلنا شيء هذا الحكي هلأ كإعلام. أنا عم تابع. ألم ترغم على الابتعاد عن مشكلة ما؟ لا 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 أقسم بالله. طيب أحكي لك شغلة مثلا بيسألوني عليها كتير من بعض اللقاءات إذاعية وتلفزيونية، انه عمر انت شو الخط الاحمر بالنسبه لك؟ مو انا بساوي بث مباشر او بنزل على الشارع. طب ما في خط احمر، الله وكيلك عم حكيك جد. ما حدا بعمره قال لي مدير عام او مدير اذاعه او وزير اعلام لا تقرب على هذه الممنوعه، واقسم بالله العظيم هي عم تحلفني قسما. يسالوني طيب معقول؟ انه الخط الاحمر هو التالي، بدي المواطن لما بيطلع على الهواء يحكي على الجالس. أن يقول ما يريد سعد جالس كلام الأديب، أنت تعلم يعني. هلأ يطلع مداخلة لبرنامجك مثل بعض المحطات ما بدي سمي. طبعا جالس بس فيني سمي بالأسامي ولا كمان بتتحفظ؟ لا لا لا، شو قصدك أسامي؟ شو قصدك يعني؟ أنا بس بدي أذكر اسم فلان مسؤول الفلاني شخص. إيه بس أنا بوصل فلاني. طيب إيه بدون ما سب بدون إيه هذا اللي بوصل. يعني هلأ شو بيمنع يقول واحد مؤذي قصدي؟ يعني بيطلع واحد ممكن يقول يا سيدي الله يعطيكم العافية في الإعلام، البارح السيد فلان المسؤول الفلاني بأي موقع صرح أنه رح يصير مي أو رح يصير كهرباء أكثر وما صار. عم تحكي بأمور بسيطة، يمكن أنا عم بقصد أمور أكثر صعوبة. بس أنا بقصد يعني يحكي بأكابرية بأدب. يعني أنا ليش أحيانا واحد بيقول لك أنه بصير أنا أكون أضغط عليك كمسؤول، بس كمان بطريقة هادفة وبناءة. أنا أنت بتشوف بعض المحطات أحيانا مش السورية، ما محطات هاي عم يسبوا بعض ويشتموا بعضهم. تاخذ اذن من جهه معينه؟ لا ابدا ولا اي. والله 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 بتصل يوميا بدون اي تنسيق، بدءا من الساده الوزراء والمحافظين والمدراء حتى رؤساء البلديه. ليش بدي اتصل فيه؟ هلا انا بدي اتصل بالسيد وزير الماليه او السيد اي وزير اللي بدك اياه، ليش بدي يعني اقول له اتصل فيك بسالك هيك؟ لا يا اخي، هو مفترض يجاوب. يعني هلا مفترض الوزير، يعني انا عم بساله وزير الماليه عن الثقافه، بساله عن وزاره الماليه او الثقافه وهكذا. والله ما بنسق مع حدا، وبدليل ان كان زي ما عم يسمعونا سيكون لهم نظره
وردية للإعلام السوري عن جد، إنه وأنا هذا شيء بيسرني وسعيد بهاي الجملة، هذا هو طيب الواقع. طيب لو صرت وزيرا إيه؟ قال الله يلا من هذول بتزبط بتزبط يعني بتزبط إنك تضلك حامل هموم المواطنين المسؤولين. طيب هلا اللي يا ما بدك تكون مسؤول. طيب دقيقة هلا اللي كنت أنت كنت صحفي مذيع بهالإعلام التلفزيون، الله يسر امورك، صرت نائب في البرلمان، كمان نائب في البرلمان مثل موقع الوزير شوي يعني نائب. لا بس صرت عضو حكومه يعني حضرتك إيه؟ بتكون إيه؟ بتصير وزير بتصير بالحكومه إيه؟ ما عليه. فكيف يعني يعني كيف بقرب اكثر من الناس؟ والله عم بحكي جد، لك كثر خير الناس عم هلا هلا يعني هدول انت عم تحكي هالجمله قديش هلا. انا والله العظيم بشكر الله بشكر الناس عن جد. هلا في 10% ما بيعجبون عجب لا صم برجب باي موقع. هلا انت فيك كل الناس تقول استاذ امجد وبرنامج التلاقي واكسترا ما في منه الا يطلع له 5% 10% هذول بسموهم ما بيعجبهم العجب ولا صم برجب، لكن الشريحه الاكبر تعطيك مؤشر كتر خير الناس عم يعني فيه. ستكون معارضا من قلب الحكومه إيه بدنا قضايا الناس بدنا قضايا الناس يعني الاعلام. طيب خلي هيك يكون السؤال إيه؟ الاعلام السوري اعلام حكومه ام اعلام دوله؟ الإعلام السوري أنا برأيي يعني يميل الإعلام الدولة يعني، وإلا كان بيجيني توجيه من السيد وزير الإعلام وجهة أعلى هيلا 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 هي إيه. والله بعمره ما أجاني، الله وكيلكم وكيل السماء والأرض، بعمره ما أجاني توجيه أنه لا تحكي بهالموضوع. بعدين أنت شو اسمك إعلامي وصحفي؟ أنت لازم مو أنه والله ممنوع، ليش بده يكون ممنوع؟ يعني ما بعرف، انا متابع القضايا. هلا في قضايا انا بقول ما خرج هوا، وصلها لمصدرها. انت شو بدك؟ ما بدك العنين؟